هنا يغور اكلين. والكلام ده لو انت مش حاسس وعمرك 27 سنه وعمرك 30 سنه يؤسفني انك هتكمل حياتك تعس. والحاجه الثانيه ان كمان مفيش هناك اكل عيش. والحاجه الثالثه ان في اكل عيش هنا. اكل عيش هنا من ناحيتين، من ناحيه حقوقنا اللي مجلس النقابه ظهير لينا وحصن لينا وظهر لينا. واحنا بالقضاء وبغير القضاء بمجلس النقابه وبنقيب او حتى من غير النقيب هناخد حقوقنا الماليه تامه مكمله، وهو مطالبين انهم يسددوا لنا رواتبنا ومرتباتنا هنا. واللي انا بقوله تاني بقى انه كمان هنا اكل ايش؟ ان موقع الدستور هيرجع وهنشتغل في موقع الدستور اللي طالع 16 على الوطن العربي بالامكانيات المحدوده دي، اللي احنا دافعين من جبنا نفقات من موقع الدستور اللي يطلع قائمة فوربس تقول انه رقم واحد اليوم السابع، ورقم 16 الدستور، ورقم 20 الاهرام، ورقم 26 مصر اليوم. بفلوسهم وباموالهم وبملياراتهم بقى مش بملايينهم، مش عارفين يسبقونا، لانهم مش هيقدروش يسبقوا خيالنا ولا يسبقوا ضميرنا ولا يسبقوا مهنتنا. بقول ان موقع الدستور هيعاد مرة أخرى هذا الموقع الإخباري اللي هو رقم 2 في مصر وهيبقى رقم 1 في مصر وفي الوطن العربي بيكم بالمحررين، كل واحد في مجاله وكل واحد في موضوعه، إذا كان رياضة ولا فن ولا سياسة ولا نقابات ولا حقوق إنسان ولا حركات احتجاجية ولا صحة ولا طب ولا تعليم، هيرجع تاني الموقع ده ويشتغل من يوم الحد. ومش بس هيصرف على الموقع وهيصرف على المحررين وهيبقى لهم مرتبات ومكافآت من شغلهم ومن على جبينهم ومن إعادة الدستور إلى الواجهة الإخبارية والمهنية رقم واحد من خلال موقعه. حتى حين الوقت جورنالنا الورقي راجع اسمه دستور، اسمه دستور جديد، اسمه غير دستور خالص، مرحلة مؤقتة، مرحلة بعبر، مرحلة ممر، إنما إحنا جورنالنا راجع بينا وهنفرض على الدولة بل هنفرض على العالم كله إنه يضغط علشان الدستور يطلع تاني ويرجع تاني بينا. لا في أشرف مننا ولا أنبل مننا ولا أحسن مننا ولا أمهر مننا ولا أبدع مننا حتى لو مشي مننا 15 واحد. حاجه في القانون كده اسمه معذور بالجهل، لكن انا بقول النهارده حاجه في القانون بقى اسمه النافيه للجهاله، بمعنى ان احنا بنقول علشان ما يقولش حد ان انا ما كنتش اعرف ان الجرنان ده راجع، واللي معروض علينا من كل يعني ضغوط الدوله ومن كل الكرابيج اللي طالعه ومن كل سفلات الكارهين والحاسدين والحاقدين واللي لا يتمتعوا حتى بشرف الخصومه، مش هيفرق معانا. احنا مطلعين احنا اقوياء قوي، اقوياء جدا، اقوى مما نعتقد واقوى مما يظنوا هم. وابراهيم عيسى اللي اتقفل له الجورنان سنه 98 وما كانش فيه وسط الجورنان ده كله ناس بعظمتكم وبروعتكم وبضميركم، وكنا قاعدين في الشارع اثنين ثلاثه مع بعض، برضه ابراهيم منصور كان معايا ما كانش حد مصدق ان احنا نرجع تاني. رجعنا اقوى وحركنا وغيرنا وفرضنا على مصر اجنده ثانيه خالص. احنا اللي نشرنا في الصفحه الاولى تعالوا نقلب نظام الحكم. احنا اللي كنا صوت 6 ابريل. احنا اللي كنا صوت محمد البرادعي. احنا اللي كنا صوت كل حركه احتجاجيه للتغيير في مصر. واحنا كنا صوت المهنه. احنا اللي بنكسب الجوائز عن حق. احنا اصحاب المهنه بجد. احنا اللي كنا بنعمل كل يوم سبل صحفي، بس ما كناش بنتكلم ونقعد نطنطن زي ما الجرايد الثانيه تقول انفراد انفراد انفراد. احنا فعلا اقوياء بمهنتنا وبضميرنا وموقفنا. وانا بعذر الذين انفضوا عنا، صحيح بعضهم ما كانش معانا اساسا ولا يعني، واحنا يعني اعتقد ان كتير من الزملاء عارفين ان الزملاء بعض الزملاء اللي هو
اللي راحوا واشتغلوا كان موقفنا ايه منهم لاسباب مهنيه ولاسباب اخلاقيه ولغيرها. لكن كمان بعض الزملاء اللي راحوا بعد الاعتصام والمشترك وهم عدد قليل جدا، عدد اجهلني في قلته، معذورين وانا متعاطف معاهم واشفق على موقفهم، وهم في الاخر وفي الاول زملاء. لكن انا بقول انه هنشوف ايه الرهان الرابح في النهايه. الرهان الرابح ده هو اللي ما شافش الا تحت رجله وما بصش غير على الخمسه ساغ اللي عايزهم حالا بالا دلوقتي، ولا اللي شاف قدامه عرف انه مستقبله في كبريائه وفي كرامته وفي موقفه. نبان من بره لو عندهم رتب على كتافهم نبان ضعف، انما لو عندهم ضمير في قلبهم وبصيره في عينيهم نبان اقوى منهم. احنا ما بتستهلكناش البلاغه، احنا بنعمل خطوات عمليه يوميه للورقي وللموقع الالكتروني اللي هم منرفزهم قوي وطهقهم قوي، ده بيكونوا بيحاربوه كل يوم ويحاولوا يحطوه ويعملوا هاكرز عليه كل يوم، الا انه في النهايه احنا ما بنتكلمش كلام بلاغه. احنا عندنا حقوق قانونيه نسعى اليها بالقانون، عندنا حقوق نقابيه نسعى اليها بالنقابه، عندنا خيال نستطيع ان نصل به الى موقعنا الالكتروني انه يتقدم ويتطور ويمول نفسه ويمول محرريه ويدوه فلوس. ما اظنيش ان احنا هنبقى يعني اقل في دقه ذات اليد من عصام فهمي، واللي يتحمل فلوس عصام فهمي يتحمل اي حاجه في الدنيا. وعندنا قدراتنا وقوتنا وخيالنا وابداعنا والقوى الوطنيه اللي معانا في الساحه المصريه كلها اللي تخلينا نطلع جرنالنا الورقي تاني. وسمعتوا مليون اشاعه وهتسمعوا مليون ونص اشاعه جايين. لكن اول حاجه هتعرفوها هي الحقيقه. هاجي هنا واقول لكم بقى لنا جرنالنا، يلا هنخرج كلنا من الباب ده ونروح نطلع جرنالنا. البلد في مرحله هم اول جمال مبارك قال عليها الانتخابات الفاصله، وانا اقسم لكم بالله انها الانتخابات الفاصله فعلا، واللحظه دي هي اللحظه الفاصله فعلا، واحنا مقدمه كبيره قوي للمصريين كلهم اللي قاعدين يقولوا العيال دي هتبيع ضميرها بمرتبها ولا هتستمر وهتكمل. خصوصا ان القصه دلوقتي مش قصه ابراهيم عيسى، مش قتال ونضال الصحفيين اللي على الارض دي دلوقتي واقفين عشان ابراهيم عيسى ولا ابراهيم منصور، ولا كان عشان ابراهيم عيسى ولا ابراهيم منصور، ده كان عشان مهنتهم وكبريائهم وكرامتهم وجرنانهم. دلوقتي انا بقول كمان علشان رزقهم وعلشان شغلهم وعلشان حقوقهم الماديه، اللي عايز يروح يشتغل ينزل خبر هناك ممزوجا بالاهانه وياخد مرتب ممسوح ارقام جنيهاته بالظلم، يروح ياخد يوميا يروح. وانا ارجو واتمنى ان ما يبقاش جوه اي واحد فيكم غصه تجاه اللي يروح، ولا اتمنى ان يبقى في نظره عتاب من عينيكم لحد بيروح، لانه ده اختياره وده هو حر فيه، وده احنا مشفوعا بالاشفاق والتعاطف والله. انما الخيار الصح هو المكان ده اللي النهارده بنعلن منه عوده موقعنا مره اخرى اخباريا ليحتل المكانه التي تليق به رقم 16 على الوطن العربي بالملاليم اللي نملكها، بالعدد القليل من الزملاء بهشام عبيه ونانسي حبيب، رموز خرقة دول اللي اسمهم مناضلين بجد. هيرجع موقعنا الالكتروني اخباريا ليكم كلكم، وعايزين كل يوم سبت، وعايزين كل يوم تحقيق، وعايزين كل يوم كلام عن الانتخابات وعن كل ضمير في مصر بيتحرك. وراجع جرنان الورق.